يتواصل مسلسل الملاسنات بين رئيس المجلس الشعبي الوطني والنائب البرلماني المثير للجدل الطاهر مسوم، ويبدو أن محمد العربي ولد خليفة فقد أعصابه إلى درجة وصف النائب البرلماني المعروف بمداخلاته النارية وأسلوبه التهكمي، وصفه بالكذب، كما سخر من محتوى مداخلته متهما إياه باعتماد هذا الأسلوب لاستقطاب الأنظار لا غير. مجموعة حكايات سمعنا واحد يحكي يتكلم على دي في ديفر، مرحبا بلي في ديفر، وسمعنا لك ما على كل حال. وروح صرح الإعلام درك، واحد مع الإعلام روح. بطولات وهمية عندك دون كيخوت مولا أفون هذاك الإسبانيولي اللي تعارك مع طواحين الريح. ما كاش منها خلاص، هذا كذب، كذبت، ما كان واحد باع ولا شيء في المعرض، هذا كذاب. إطارات الدولة هادو مساكن اللي رام عندهم البراءة هام جايبهم بالحوزة، واحد ما قدروا يرجعوهم، منهم أعوان الشرطة، منهم إطارات كذا، فيهم واحد رحت معاه البريد والمواصلات عنده البراءة وجايب من المحكمة العليا خلاص نهائي ما عندوش عدم الطعن. رحت أنا وياه المدير العام تاع البريد، قال لي أنا بالنسبة لي هذا سرق. قلت له العدالة كي عطاتو البراءة كيفاه؟ قال لي ديك لعب لعبوا مع العدالة، أنا واش دخلني فيه؟ هنا هذا وين عرفت كلمة الجزائر، الإطار الجزائري جزاؤه إر. وتعقيبا على هذه الحادثة، عبر النائب البرلماني حسن العريبي عضو لجنة الدفاع الوطني عن أسفه لصدور مثل هذه التصرفات التي لا تليق بمستوى أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إلا أنه اعتبر أن ما تفوه به رئيس المجلس هفوة نتيجة لفقدانه لأعصابه لا أكثر. أعتقد أن اليوم في هذه الجلسة فيه تباين بالنسبة إلى بعض أعضاء الزملاء. أما رد السيد رئيس البرلمان فأعتقد أنه كان متوتر الأعصاب، ونحن لم نلف عليه هذه الخرجة الأولى التي خرج بها، وأعتقد أنه مجيوس داخليا ولذلك تفوه بملء فيه وسمى النائب بأنه كذاب، وأعتقد أنها هفوة سقطت من رئيس البرلمان مع الأسف الشديد. وتضمنت مداخلة النائب البرلماني الطاهر مسوم التي أغضبت ولد خليفة انتقادات لاذعة لواقع الإدارة في الجزائر، وندد به واعتبره أحد الأسباب التي تدفع الشباب إلى الوقوع في فخ التطرف إلى جانب التهميش والبطالة والفقر.